مطعم حلال من المطاعم المعروفة بويد كريد. المطاعم الراقية هي أكلهم جدا طيب. أنا جيت قبل مرة وهاي مرة ثانية اليوم هنا أكلهم جدا راقي وطيب. أتمنى تجون هنا وتجربون. تعالوا ويانا ونجربه. شباب هسه احنا جينا اليوم بمطعم تركي اسمه مطعم حلا. مطعم حلا صار بويد كريد، مطعم جدا راقي من مطاعم 5 نجوم بلندن. طبعا هسه احنا وصينا راح نوصي على الاكل، بس المنيو هنا عندهم صار مثل باركود اللي هنا هم موجود هنا، فتستخدم الكاميرا مالته وبس تعلق الكاميرا خلي على الباركود يطلع المنيو. المنيو هاي ستارتر وغير الاكل. طبعا من دخلنا جابونا هاي الزلاطة والخبز وهاي الستارتر كبداية، بس راح نوسع على المين كورس وان شاء الله يجي ونشوف. طبعا هذا صوص الرمان، هذا صوص الرمان كلش احب على الزلاطة. هاي الأكلة اسمها إمام بيلدي، يعني هي باذنجان وحاطين على هاي السوالف. وهاي الدولمة مالتنا، بس الدولمة مالتهم بس هذا فلفل، يعني فلفل أخضر يعني حاطين بيه تفلفل. طبعا مثل ما قلت لكم هاي الأكلة اسمها إمام بيلدي، هي عبارة عن باذنجان، فما راح نقدر ناكلها خالية، لازم من الخبز. هذا اللي بين السبتين هذا مكتب مصلب من بابا. مثل ما تشوفون هذا باذنجان وداخله طماطه وفلفل يعني وبصل. هاي الدولمه حاطين بها تمه وبعض باقي البهارات، يعني نجرب نشوف شلون. طبعا هذا يقدمونه ك كولد ستارتر، يعني هسه احنا كناه بار. هاي الأكلة اللي وصيناها اسمها ماتي، بس هسه ما نعرف شو اللي داخلها، لازم نجربها. يعني هي فيها روبا هذا نعناع. يعني الطعم شوية غريب بس طيب، بي شوية هم اتصور ثوم حاطين بي يذكرني بالباستا ما ادري. طبعا هاي مخلين بيها لحم مفروم، هاي مثل لحمات يعني مثل ما تشوفون. طعمه طيب يعني. Thank you.
طبعا هذا العصير اللي اخذناه موكتيل اللي هو اسمه فلامينكو فلاي اللي هو ريد بول هو منت ولايم عن الليمون. دول اللي يحبون جماعة اللي يحبون الريد بول هذا عصير جدا ممتاز لهم. طبعا المنيو كله اونلاين بالموبايل المنيو ما يجيبوا لكم منيو عادي. حبايب الاكل كان كلش طيب استمتعنا به جدا. طبعا مثل ما تشوفون الماعين مسحناها المسح مثل ما يقول من مسح الماعون مسح دخل الجنة حتما فاحنا مسحناها حتى ندخل الجنة. بس ما اخذت هاي شوية هاي جابوا لها تفاجئنا بها جابوها باردة راح اخذها ويا حتى هناك ونقدر نحميها ولكنها انت. بس الاكل على كل حال كان طيب. المطعم جدا راقي المحيط على الاضوية اللي نسويها هنا جدا الشكل مش حلو كلاسيكي. بس يوم وصلنا على كنافة راح تجي فان شاء الله بعد شوية تجي ونسوي لكم اياها وان شاء الله تستمتعون معنا ويا ريت كنتوا معنا هنا هاي الاجواء الحلوة. هلا يا جماعة وصلنا على الكنافة واخيرا وصلت جابونا شوية هم وياها بيستاشيو ايس كريم مال فستق واني طبعا فتشي مو طبيعي حار توها طالعة من ال تمام. كلش طيب خير يخش مع الزاز. شكرا جماعة على المتابعة. طبعا الأكل كان جدا لذيذ الحلاوة الكنافة كانت جدا طيبة ونتمنى أن كنتم معنا استمتعتم بهاي الحلقة معنا وأرجوكم أن لا تنسون الاشتراك في القناة والإعجاب ودق الجرس. Guys please share, subscribe and like the page and ring the bell. Thank you very much.